السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله الفيديو فكرة مختلفة عن الفيديوهات الباقية. هنقوم بعرض شوية فيديوهات وهنقوم بالتحليل عليه. معانا أول فيديو ده اسمه إعصار. ده الإعصار نتيجة عبارة عن ضغط جو منخفض مع الرياح الأردنية تدور حول عقارب الساعة. ده بتعتبر في نصف الكرة الشمالي، والحمد لله ده مش موجود. ونتيجة الإعصار ده بيحصل ممكن تحطيم أي شيء لو كان قوي، ممكن تحطيم كباري، مباني، بتحطم أي شيء قدامها. معانا الفيديو التاني، وده عبارة عن برق. سبحان الله، ده من الظواهر الطبيعية برضه أيضا. ده يعتبر شرارة كهربائية. الشرارة ده بتعمل عن تفريغ الشحنات بتاعتها، والحمد لله برضه ده يعني مش موجود عندنا. وده يعتبر مطر، بس مطر ثلجي عبارة عن كرات ثلجية كبيرة زي ما شايفينها بتؤدي إلى تحطيم الأشياء. ومع نهاية الفيديو اكتبنا في التعليق إيه أكتر حاجة كنت مستخدمها في الفيديوهات. ولو كنت أول مرة بتشاهدنا اشترك في القناة وقم بتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.